الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اثبت لنفسي وجها ويدا، فان قال فما انكرتم ان يكون وجهه ويده جارحه اذ كنتم لا تعقلون وجها ويدا الا جارحه. قلنا لا يجب هذا، كما لا يجب اذا لم نعقل حيا عالما قادرا الا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه جل في علاه. وكما لا يجب طبعا كل هذا ماشي على نفس المنوال أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأن لا نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك، وكذلك الجواب، لأن لا نجد وكذلك الجواب لهم إن قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته عرضا واعتلوا بالوجود. أي يجابون بالجواب السابق وأنه لا يلزم من إثبات العلم والحياة والكلام هذا الإثبات. يعني قلنا اللوازم التي التزمتموها لوازم باطلة فترد على صاحبها. قال فإن قال فتقولون أنه في كل مكان، قيل له معاذ الله. يعني قلنا من قال بأنه في كل مكان فقد كفر. قيل له قال معاذ الله بل هو مستوى على العرش كما أخبر في كتابي الرحمن على العرش استوى. وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فقال أأمنتم من في السماء أن يخسف لكم الأرض فإذا هي تمور. وقال لو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش وغير ذلك. طبعا التفصيل هذا وإن كان غير مرضي لكن هو التفصيل في معرض الرد على أهل البدع، لذلك قال العلماء بأنه جائز هذا. وقد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. قال أيضا في الكتاب صفات ذاته التي لم يزل ولا زال موصوفا بها: الحياة، العلم، القدرة، السمع، البصر، الكلام، الإرادة، البقاء، الوجه، العينان، اليدان، الغضب، الرضا، العزة. فالغضب والرضا الحق أنها صفات فعلية وهي صفات ذاتية فعلية. وهنا أيضا الوجه، العينان، اليدان صفات ذاتية خبرية. فلا بد من فهم هذا، لأن الصفات الذاتية هي غالبا بتأتي في مقابل الصفات الفعلية، لأن الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله لا يزال ولم يزل موصوفا بها كالسمع والبصر والعزة والقدرة والحياة والعلم وغير ذلك. الصفات الفعلية صفات تتعلق بالسبب، تتعلق بالمشيئة، كالحب، كالكره، كالغضب، كالرضا، كالخلق، كالرزق، كالمجيء، كالاستواء، كالنزول. الصفات الذاتية عند أهل السنة والجماعة وصفات الغضب والرضا من الصفات الفعلية، وهي تؤول الصفات الذاتية على أساس أصلها قديمة النوع حدث الأفراد. لكن الحق أنه كان يؤولهما بالإرادة، وهذا يرد عليه بما رده عليهم بالإرادة في هذا الباب. ولأن الكره والغضب يوجب تشبيها، لذلك فروا منه إلى هذا التأويل. فنقول الإرادة نفس الأمر، فلزيد إرادة ولعمر إرادة. قالوا إرادة الله تليق بجلاله وكماله وعظمته، وأراد العبد تكون على نقص وعجزه. قلنا نفس الأمر، يقال في الحب والكره والبغض، يقال في النزول، يقال في المجيء. وقال في كتاب التمهيد، الكتاب هذا للباقلاني اسمه، ليس هذا التمهيد لابن عبد البر، وهذا كتاب اسمه تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل للباقلاني، كلاما أكثر من هذا، وكلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير لمن يطلبه، وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وأثار السلف. وهذا صحيح، أنا أربط الناس جميعا بالكتاب والسنة وما ثابت عنهما، لأن فيه الغنية. أي أحد يكلمه يقول خلاص أنتم أعلم أم الله أم رسول الله، وينتهي الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم. وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء. ولكن كثير من الناس قد صار منتسبا إلى بعض الطوائف المتكلمين وحسن الظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققوا غيرهم. فلو أوتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم، لا حول ولا قوة.
وهذا تحكم الهوى. ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود، أعوذ بالله. هذا الذي فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله فيهم: وإذا قيل لهم آمنوا كما وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فإن اليهود قالوا لن نؤمن إلا بما أنزل الله علينا. قال لهم: فلما قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين حقا بما أنزل عليكم؟ قال سبحانه: لا ما جاءتكم به أنبياءكم تتبعون، ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون، ولكنما تتبعون أهواءكم. هو هذا، إن وجدت أحدا يعني يتمسك ويستمسك بطائفة ولا يأخذ إلا منها فاعلم أن هواه هو الذي يتحكم فيه، وهذا نراه في الساحة جليا. فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم، مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا بيان. وهذا الذي أراد الشيخ رسام أن يجلي لنا، أن متأخري الأشعرة تعصبوا لطوائفهم فقط لا لشيء ولا لكتاب ولا للسنة بل للتعصب، وهذا تحكم هوى. ومع هذا هم مخالفون لما عليه الأسلاف من المتقدمين من علمائهم. وشفنا وسمعنا كلام الباقلاني والبيهقي وغيرهم. فالمتأخرون خالفوا كلام أكبر المتقدمين كأبي الحسن العشعري كالبقلاني، وقلنا أيضا قبل ذلك البهاتي والخطابي، ثم انتقل إلى قول من؟ قول أبي المعالي الجويني، نعم، وهو رأس فيهم. وهذا إن شاء الله يأتي غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.